أنا الأستاذ وائل عباقي رئيس الجهة الإدارية بالإسماعيلية. مساء الخير يا فندم. أهلا مساء الخير. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. فندم معانا خبر يعني حابين نتأكد من حضرتك، فعلا الجهة الإدارية يعني بتوقف انتقال أو صفقة أحمد علي، فعلا ده خبر مظبوط؟ شوف يا فندم، أنا بعت لهم بأكد على هذا الكلام. النهارده احنا خلاص بصدر انعقاد الجمعيه العموميه وانتخاب مجلس اداره. انا بعت باكد على مجلس الاداره واقول له تطبيقا لنفس الماده، تطبيقا لنفس الماده 49 من لائحه النظام الاساسي 85 من 2008 والقرار رقم 115 ل 2011 105 2011. انا بقول لحضرتك يحظر ابرام اي تعاقدات، ابرام اي تعاقدات ما خلال الفترة الحالية يعني تكبل مجلس الإدارة الجديد بأي التزامات مالية، وعليه في مجلس الإدارة المفروض مسؤوليته في الفترة الحالية هو تسيير أمور النادي، وهذا الكلام احنا أكدنا عليه مرارا، وأنا لسه باعت جواب امبارح للنادي بأكد على هذا الكلام. فندم، هو عسل حضرتك سؤال، هي دي اللي هي بيسموها فترة الريبة؟ نعم. هي دي الفترة دي بتبقى بيسموها فترة الريبة؟ يعني تقصد ايه كلمة؟ معلش جريب. في فترة يعني كده فندم دايما قبل الانتخابات بيبقى حتى المجلس المتولي بتبقى اسمها فترة الريبة، مش من حق المجلس ان هو يعقد اي صفقات او خلاص يا فندم، انت خلاص انت على الابواب بتعمل انتخابات، صفقات ايه وبيع ايه وكلام، ما خلاص يعني المفروض خلاص انت هنا ركز بقى في ان الجمعية وسالم النادي، لان هذا المجلس مجلس معين اصل، في الاصل تعيينه للتجهيز والاعداد لعقد الجمعيه الانتخابيه العموميه وانتخاب مجلس اداره، والفتره اللي فاتت دي تسيير امور النادي. اذا كان هو يعني لمصلحه النادي قام بيلعب لاعبين او التعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق، وفي الفتره اللي فاتت باع بعض اللاعبين، قلنا مفيش مشكله. لكن هي القصه بقى انه كفايه كده، ومجلس الاداره بنقول له متشكرين اديت ما عليك، وخلي بقى البقيه المتبقيه من هيئه الفريق او اعمده الفريق الاساسيه للنادي الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي يجب الا يتم تفريغ اللاعبين من اعمده الفريق في النادي. طب استاذ فؤاد، هل لو في صفقه كبيره للعيب او عرض جاي للعيب دلوقتي ما يقدرش يتعوض، هل ممكن ياخدوا موافقه؟ والله انا ما جانيش حاجه من حضرتك بالنسبه لاحمد علي، انما انا زي اي حد بسمع، لكن ما جانيش حاجه انا كجهه اداريه بتقول ان في عرض جاب علي. طبعا الكلام كتير، النادي الاهلي ما اعرفش مين، يعني القصه كلها انا زي اي حد بيسمع، لكن ما جانيش حاجه رسمي بتقول هذا الكلام. تمام، شكرا الحقيقه، شكرا جزيلا للاستاذ فؤاد عبائي رئيس الجهه الاداريه بالاسماعيليه. معانا برضه